اليوم جاني الافتتاح ديال المحطه ديال ولاد زيان، يعني مزيان هذا المنبر في هذا النهار هذا ديال الاثنين 5 في الشهر، يعني ماشي مسافر انا المكناس وجاني مفتتاح مزيان، يعني ما بقاش كيف النوبه الاولى، يعني كان داك كل شيء مشدود، يعني ما تلقى فين تسافر ما تلقى فين تمشي. دابا الحمد لله اللهم لك الحمد، دابا راه الافتتاح راه تحلات المحطه ودابا المركب كاين كل شيء موجود، الكيران كله موجود ديال فاس المكناس اكادير الرباط فين ما بغيتي تمشي، دابا الحمد لله راه اي قناه بغيتي تمشي مرحبا. في الحقيقه افتتاح ديال المحطه فرحنا به مع الكيران، دايرين بروموسيون في الركوب وداك الشيء، وما عندهمش وقيت يعني اي كار يجي كنركبوا فيه حتى كيعمر كيزيد الاخر وعمر الاخر يزيد الاخر. مشينا دابا حتى لاكار لقينا التران ديال 11 لاروب مشى وقال لك تسناو حتى الوحده، احنا خدينا عاوتاني طاكسي احمر وجينا المحطه باش نركبوا باش نمشيو نقضيو المصالح ديالنا ونعقبوا. احنا بالنسبه لينا المجتمع المدني يعني بغينا المحطه تفتح، وتبارك الله راه خدامه وبخير والحمد لله. خص على المواطنين يلتزموا بالتباعد والكمامه والقانون يكون. المحطه توقفت دابا عام ونص وهي موقفه المحطه، عباد الله تكرفسات. دابا منين تحلات المحطه ولا الراوة شويه، دابا تحلات، دابا اش غنقول لك، دابا شويه ماشي بحال اللي كانت، كانوا بنادم مكرفسين اخويا، عباد الله كانت مكرفسه، كانوا ما تيعمروش كلشي على برا تكرفيس كل شيء الصراحه. عباد الله دابا شويه الرواج، دابا تلقات المحطه مزيان اخويا الانطلاقه، كل شيء غيخدم كل شيء غادي سوايع، هادشي اللي كاين اخويا احسن من كي كانت ساده صاحبي، مزيانه دابا.